ايضا واحد بعت برضو سؤال قال البنوك كلها زي بعض، لان اصلا البنوك كلها عندها جزء من فلوسها، البنوك الاسلاميه كلها عندها جزء من فلوسها محطوطه في البنك المركزي، فكده كده كلهم بيشتغلوا مع البنك المركزي بالنظام الربوي اللي البنك المركزي بيشتغل فيه. اقول لحضرتك لا، انت حضرتك بس النقطه دي مختلط عليك. هو ايه الموضوع الفلوس البنك المركزي؟ الموضوع ببساطه ان مصر ما كانش فيها بنوك اسلاميه خالص نهائي، كان كل النظام في مصر بنوك ربويه، الى ان الله عز وجل قيد بعض رجال الاعمال اللي ربنا يجزيهم عنا خير الجزاء، وبداوا يفكروا ان احنا يا جماعه عايزين نعمل بنك اسلامي. فتم افتتاح اول بنك اسلامي في مصر، فالناس طبعا طبيعي ان هي بتحب الدين وبتكره الحرام وان هي تعيش في الحرام او تاكل الحرام. فاول بنك اسلامي فتح والتاني والتالت، بدات الناس يعني بتقبل عليهم بشكل كبير جدا، وبتسحب فلوسها بقى من البنوك الربويه سواء الحكوميه او الخاصه وتوديها هناك. فالبنك المركزي فوق يعني تفاجأ ان ايه، بدأت الفلوس اللي في البنوك الربويه بتقل جدا، والفلوس في البنوك الحكوميه بتقل جدا، والفلوس في البنوك الاسلاميه بتزيد. فقال يبقى لازم في موقف، والا كده الموضوع هيتدمر، البنوك الحكوميه هتقفل، الناس كلها هتسحب فلوس وتحطها في البنك الاسلامي، فنعمل ايه؟ فعملوا بعض القرارات عشان يحافظوا ان البنوك الربويه تفضل موجوده. كان من ضمن القرارات دي ان هم عملوا قصه كده يعني اختراع كده، قال لك ان احنا خايفين لا تضحكوا على الناس وتنصبوا عليهم وتاخدوا الفلوس، يعني انت تعمل البنك الاسلامي وتلم الفلوس المودعين والصبح تقول لهم ايه انا ضحكت عليهم وخدت الفلوس. فالبنك الاسلامي يقول له سي طيب انت عايز ايه عشان يضمن لك فلوسك؟ قال له عايز منك طلب، قال له ايه؟ قال له تجيب لي جزء من الفلوس يكون تلت الفلوس حوالي 30%، التلت ده تجيبه تعينه عندي في البنك المركزي. ليه؟ يقول له عشان يوم ما تنصب على العملاء يبقى معايا جزء من فلوسك، اقدر ايه اسدد الناس على الاقل جزء من فلوسك، بدل ما تسرقوا كل ما تسرق الفلوس كلها يبقى ايه سرقت نصها مثلا واحنا هنسدد نصها. طيب هي ايه الفكره في كده؟ الفكره هنا في نقطتين، النقطه الاولى زي ما قلنا ان البنك الاسلامي بياخد الفلوس يحطها في مشاريع ويديك نسبه من الارباح مثلا 12%. فلو زي ما قلنا لحضرتك مثلا انت حاطط مليون جنيه، فالمليون جنيه زي ما قلنا مثلا الحسبه اللي فاتت مثلا طلع في المتوسط مثلا هتكسب 750 جنيه مثلا. تمام؟ فلو قلنا مثلا انت يا سيدي حاطط 10000 جنيه في البنك، وال 10000 جنيه دول هيكسبوا في السنه 1000 جنيه، كويس؟ فالبنك الاسلامي هيديك ال 1000 جنيه دي. فيقول لك لا هات ال 30% حطهم عندي في البنك المركزي، فهنا يبقى البنك الاسلامي بدل ما كان عامل مشاريع بال 10000 هيعمل مشاريع بسبعه بس، لان 30% فلوس موجوده في البنك المركزي. فبدل ما يكسب 1000 جنيه يكسب 700 بس، فاذا يقلل الارباح اللي البنك الاسلامي بيديها للعملاء بتوعه، من باب ان هو ايه؟ بيطفش الناس. تبقى انت في البنك الاسلامي مثلا تلاقي البنك بيديك ارباح مثلا في متوسط 1000 جنيه، ونفس المبلغ في البنك الثاني بيدي 1000 ونص. هتقول لا طب ما في هنا 1000 ونص زياده ومش عارف ايه. فكانت الفكره كلها فكره ان هو بيطفش الناس من البنوك الاسلاميه عن طريق ان هو يقلل العائد البنك بيديه. يبقى اذا بيقلل من المبلغ اللي انت بتستثمر بيه كبنك اسلامي عشان يقلل العائد، فالعملاء يسيبوا البنك ويمشوا. الامر الثاني ان هو يستفيد من المبالغ اللي عنده دي وهو يدورها في شغل. هو عنده مبلغ مثلا انت عاين عنده وليكن مثلا عندك 10 مليار حاطط عنده 3 مليار، هو ال 3 مليار طبعا بيستفيد بيهم، بيعمل بيهم قروض، بيطلعهم، بيوديهم، بيجيبهم، فيقول لك اديني ايه بستفيد من 3 مليار دول بطلع منهم حاجه. فاذا الجزء بتاع ان في فلوس في البنك المركزي ده جزء معمول غصب عن البنوك الاسلاميه، ملاش اي يد فيه، ده حاجه كده يعني ظلم وجور على البنوك الاسلاميه. فاذا الفلوس المحطوطه دي ما بتدخلش ابدا في المشاريع دي، انت ما بتاخدش منها عائد، فما بيطلعش منها اي فلوس محرمه. فكره انك تقول اصل الفلوس محرمه كلها زي بعض وكلها في بنك مركزي، لا ال 30% دي انت ما بتطلش منها ولا مليم، ده دي حاجه كده ايه الدوله بتبلطج عليها يعني.